جزاكم الله خيرا. هذه الأخت السائلة تقول: ذي مجموعة من الأسئلة أبدأها بهذا السؤال. تقول: توفي الزوج واليوم كملت 14 أشهر و10 أيام، وفي فترة العدة كانت تذهب لزيارة والدها لأنه كان مريض، وأحيانا تذهب لزيارته في الليل، فما الحكم في ذلك؟ يجوز للمحدة أن تخرج للحاجة تكون في النهار، يكون خروجها في النهار، فخروجها في الليل خطأ والله يغفر له. نعم. الشيخ صالح، تساهل بعض الناس في خروج المعتدة إلى مثل الحفلات أو إلى البر أو إلى أقاربه. لا يجوز هذا، لا يجوز خروجها للحفلات ولا للنزهة ولا للزيارات، إنما تخرج لحاجة، لحاجة لا بد منها، يعني تشتري من السوق لها حاجة تحتاج إليها، أو عيادة أمها إذا كانت أمها مريضة أو قريبها، بقدر الحاجة وترجع. نعم.